هذا الشهادة قالت أنا متوسط بحت عيال بحبكم أم خالد وين الملتقى. وصل اليوم محاضرة تعال خشمة منكم يواجهني. اسمع اللي سيطر على وسط الميدان هو اللي حيفوز بالمعركة. خلاص وتشبعون انتو خلوني احسن. توقع اجيبها. توقعاتي 100% ما راح اجيبها يا فاشل. موتوني وقفل. يقولون اهلنا الاولين الله يرحمهم اذا جاء موسم الرياضه الجديد عليك بالكومبات. اغتنم الموسم يا مل الغنيمة، احجز تذكرة كومبات فيد وعش جو الحرب والمغامرة.